لو سمحتي. ألو؟ ألو؟ نعم. أعتذر للتدخل بخصوصيات، لكن في عندي نصيحة طبية بعطيها لك. تفضل. أنا ملاحظ أنك حاطة السماعات هذه يعني من فترة طويلة، وعلى فكرة وضع السماعات في الأذن لفترة طويلة هذا ممكن يوصلك لمرحلة الصمم. صمم عاد؟ ليش؟ طبيعي، السماعات هذه ترسل ذبذبات للأذن الوسطى، الأذن الوسطى تتضائل فتفقد حاسة السمع. وانت ايش درك عن المعلومة هذه؟ انت طبيب يعني؟ لا 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 ابدا ابدا، لكن انا قارئ جيد، قارئ نهم. قارئ؟ اقرا كل شيء يعني، طبعا كل شيء يخص الطب سواء بالعربي ولا بالانجلش، و اغلب النصائح اللي ممكن اعطيها لك هي لحقوا علي، لحقوا علي. ابي دكتور، دكتور لو سمحت دكتور. انا حجيبها. لا تو الناس عليك خايبه، مش مستحيله على شنو؟ الدكتور لو سمحت دكتور. وش فيك حرامت؟ ما كل الخير، ما كل الخير. الدكتور لو سمحت دكتور. ايش صاير بتحكي؟ يعني حاله طارئه بس ابي دكتور. طيب حضرتك ما تقوم ما تتحرك عليك الضربه ان شاء الله. انت سامع تقول تبغى دكتور؟ اي والله. طيب تفضل حياك الله، حياك الله. يلا 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 يلا. ولد يا أمّا. عود المريض ولا أحد. يا أمّا. أظنها تعبان جوا. يا أمّا. الولد. سايلنت بليز. سايلنت. شكو. يعني أنا مو شغلتي إني أنا أقول هذه الأشياء، أنا شغلتي أجيب لكم ماء، أجيب لكم شاي، أربط حزاماتكم، لكن مو شغلتي إني أقول لكم الأخبار السيئة. شنو؟ شكو شنو؟ ولد يا أمّا. شفيتش انتي؟ دحتي عاد مو موتينة؟ صبر سايلنس سايلنس. دحتي انطل خايبة شبيك انتي؟ بصراحة كنت نغمة عليه. وجه وجه جاه الحين اقولك وجه اللي جاء ان انا عطيته اكل، يا ريتني ما عطيته اكل، كان يوعان وغصب عظمه وطاح. ادعوا ادعوا ربكم اني ارحم. ليش قلت الناس ليش الاكل مسمم ولا شو السالفه؟ شوف انت يا حجي ترى انت وايد شو اسمه ولد. الله يعطينا خيركم يا هالطيارهم. ولد اسمع العلم من ابوك، انا معي حول 30 مليون. 30 مليون وش؟ 30 مليون نسمه، 30 مليون ريال. ايوه اسمع العلم. طيب قبل لا اموت وافرتك معي حول 30 مليون ريال، ومعي اراضي حول الحرم هناك في احلى منطقه، واباك تحفظها انت واخوانك. طيب تورثونها الحين 30 مليون واراضي حول الحرم ومعيشنا في فقر، ليه ودك اعطيك اياها انت والسرابيت اللي معك تضيعونها؟ احفظها لك قرش قرش. لا والله ما هو حفظ، الا بخل، الا بخل. اقول لك سنع احفظها. ولد لا تقل ادبك على ابوك، والله قال هذا ان ياخذ على ظهرك عيب. خلاص انا اسف. علمتك بالعلم؟ ايه قبل ما اموت انا هذا الحين. ايه وانت اذا مت انا وين بروح؟ ما احنا الطياره واحده، انا بنموت كلنا كلنا اللي بنموت. والله انك صادق. ذا الحين كيف الطريقه؟ الله المستعان، الله ينظر حالك. يمه صدق كذب؟ ما صدقت تطلع الفيزا واروح اجيب بامريكا وابني ياخذ الجنسيه، انما الطياره توقع فيزا. ليش يا ربي ليش؟ يا بعد روح من يوم اللي عرفتش تطوى فقر بومه. والله ماكو تطوى وبومه غيرك، الفقر ما تلقى مين فت بالطياره، راح تموت كل الموجودين. ليش هو مو بس انت راح تموتين، انا هم راح اموت. يابا يابا عيني سوسن سوسن، سامحيني يا سوسن، تدول قلبك مقلب الطيب، اني اللي فرقتك عن جاسم، سود علي. سوسن امها شو اسمها؟ سوسن بنت حمديه. وش هاي اختي؟ وش ليش ما هي تحبك تموت عليش؟ ليش ايش سويتي؟ انت حتولف بمندلي؟ عيني. منو بعد؟ نسرين. سمعك سمعك احكي. نسرين. سمعك. سامحيني بعد قلبي الضلع، مقلب الطيب الابيض النظيف، سامحيني انا اللي فرقتك عن شوقي، انا اللي فرقتكم، شو اسوي؟ شكريه تحبه تموت عليه، ولش ما تنام الليل مثل السمكه المزهره تتقلب، سامحيني قلت اجمع راسي بالحلال وهي انا شوقي بصفي. نسرين لا تدرين بال، راح توقع الطياره وكنا نموت. بس قبل لا توقع الطياره وقبل لا اوصل لامريكا، انت طالق طالق طالق. يا بدي روح وقتها رح نموت. ابشركم. خير توم، قصدي الكابتن قام بالسلامه. يا بنت شربتك ليه توزعون ان شاء الله. دكتوره
دكتورة حياة نحيي الدكتورة البطلة اللي ساعدت الكابتن. سوبر بي سوبر بي سوبر بي سوبر بي دكتورة ألف شكر ألف شكر المساعدة. بس خلاص مسختي هي الله بالفي. كابتن كابتن حي معي الكابتن. هلا الكابتن هلا 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 هلا. قولوا الحمد لله والشكر. الحمد لله والشكر يا أبي. أطلب منكم طلب. التزم الهدوء ولا والله لا دوخ مره ثانيه. لا خلاص الطياره بدون كابتن. والله ايه روح خلص.